قانون نيوتن للجذب العام. طبعا انتم اغلبوا معلومات عنه، بتعرفوا ان القمر بيلف حول الارض؟ ما هي القوة المسؤولة عن دوران القمر؟ قوة جذب الارض للقمر. حلو. طيب هو ايش بيفرق القمر عن اي كتلة؟ الاصل ولا شيء. القمر عبارة عن كتلة والارض كتلة. بينهم قوة جذب. هل يا ترى هذه القوة موجودة بينك وبينك وبينك وبين زميلتك ولا لا؟ موجودة. إذا معناته نيوتن قال التالي، قال every particle، مش بس الأرض والقمر، every particle in the universe، في الكون، كل كتلتين في الكون attracts every other particle، بيجذب غيره with a force that is. هذه القوة وجدوا انها بتتناسب تناسبا فرديا مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع المسافه اللي بينهم. اذا with a force that is directly proportional to directly اللي هي التناسب الطردي تمام to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. يعني thus هذا يعني انه قوة الجذب the gravitational force exerted on particle of mass small m1 by another particle of mass m2 is given by f 1 2 اللي بتأثر على واحد من اثنين بتساوي ثابت التناسب m1 في m2 على مربع المسافة اللي بينهم. وهذا يونت فيكتور عشان يفاديك اتجاه القوة بيكون باتجاه الخط الواصل بين التو بارتيكلز. تمام. R unit vector is a unit vector directed from M1 to M2 and capital G هذه ثابت is called the gravitational constant والفاليو تبعته بتساوي 6.67 10 to power minus 11 في 10 أس سالب 11. كبير ولا صغير هذا؟ صغيرة. صغير. صغير. يعني لو اجينا نحسب القوة اللي بينك وبين زميلتك تشعر فيها انت؟ لا عشان هي صغيره. ليش؟ لانها صغيره كثير يا بنات. ليش؟ لو نيجي نحسب هي اف بتساوي هذه 6.6 خلينا نقول 7 في 10 اس سالب 11. خلينا انت وزميلتك قديش وزنكم يا بنات؟ متوسط 60 40 مره واحده انا بعد ابتدائيه خلينا نقول 60 50 واحدة 60 واحدة 50 ال 60 ثبتت منيحة على خلينا أقول 0.2 تربيع 0.2 تربيع يعني 20 سم بينكم اقرب على بعض كثير انتوا اللي قاعدة جنبك. لو جيت بدي احسب هذه عبارة عن 2 في 10 أس سالب 1 تربيع بصير 2 وهذه بصير 4 صحيح هيك؟ طيب ال 60 وال 50 وال 2 هذه بصير في 10 أس سالب 7 لأنه 4 بروح من ال 11 فهذه بتروح وهذه بتروح وهذه بتروح تمام 6 في 5 30 و 4 هذه 6 تقريبا ايش 6 7 4 من حوالي 7 7 في 7 49 و 50 اذا 5 في 10 سالب 6 طلعت القوة بينك وبين زميلتك السالب 10 لانه مش ضروري بحسب القوه اللي بينك وبين زميلتك بحسب القوه اللي بينك وبين زميلتك عشان اشوف ليش انت بتحسيت فيها فاعتبرت انت او زميلتك 50 والثانيه 60 تمام المسافه اللي بينكم 20 سنتيمتر بدي افرجيكم قديش القوه بتطلع طلعت حوالي 15 اس سالب 6 نيوتن تمام جزء من مليون من النيوتن. انتوا عشان تحسوا بالنيوتن قديش تعرفوا قديش من نيوتن؟ كف لا كف اكثر من نيوتن. انت لو حملته 100 جرام 100 جرام وحملتوه بحبل تحسوا فيه؟ لا ال 100 جرام هي نيوتن لان ال 100 جرام 10 كيلو جرام اضربوها في جي جي 10 فبتطلع واحد نيوتن. شوفوا قديش النيوتن خفيف فكيف جزء من مليون من النيوتن. عشان اقول لكم انه هذه القوه هي قوة صغيرة جدا ملهاش قيمة إلا إذا كنت تتعامل مع أرض وقمر. الأرض كتلتها 60 كيلو
ولا كبيرة تمام، والقمر كذلك. شوفوا عاد الحكمة الإلهية بوجود الاحتكاك. هب شفتوا الاير تيبل في المعمل؟ هب انه مطبخكم اير تيبل، مطبخكم قولكم تقدروا تحطوا الثلاجة بعيد عن الغاز؟ تقدروا؟ بتحطوهم بلزقوا ببعض. ليش؟ لأنه بينهم قوة جذب مع انها صغيرة. ليش؟ لأنه ساعتها قوة الاحتكاك هذه، قوة الجذب هذه الصغيرة تتغلب عن يو اس في الام؟ تقدرش تتغلب عن يو اس في الام اللي بين الثلاجة والمطبخ، صح ولا لا؟ وبالتالي الثلاجة بتضلها قاعدة جنبها زي ما هي، وإلا عمره ما حط كنبة هنا وخلاها وضلت زي ما هي. كان بيحط الكنبة بتطلع على هيك بلاقيها تغير مكانها، بس الحمد لله إنه الأرضية عندنا في فريكشن. شوف قديش أهمية الفريكشن، السيارة بحركها الفريكشن، الخزانة لما أحطها بالشحن بخليها تنقل معها برضه الفريكشن، فالفريكشن له كثير ميزة. وإلا بالرغم من إنه هذه القوة صغيرة لكنها لها قيمة، لو ما فيش قوة تتغلب عليها بتضلها موجودة وبتأثر. تمام، إذا أنا بعرف إنه الآن كل كتلتين بينهم قوة جذب، كل كتلتين أيا كان صغار أو كبار، القوة كبيرة أو صغيرة بيعتمد على الكتل نفسها. طيب في الآخر إحنا نتعامل مع الأرض، الأرض مش جسم صغير، كتلة كبيرة، وإحنا نعتبرها غالبا كروية، هي مش كروية لكن نعتبرها كروية. بيقول the force exerted by any homogeneous sphere، كرة هوموجينيوس متجانسة، is the same as if the entire mass of the sphere is concentrated at its center. كيف يعني؟ ايش هذا؟ معقول جديد مال اليوم احنا؟ هاي كرة يا بنات، هذه الأرض، في جسم هنا. تمام، هاي في جسم، هاي ام وهذه الكرة الأرضية. كيف بدي أطبق؟ قال لي هذه الكرة الأرضية أسهل حاجة كيف أعملها؟ وكأنها كتلة محطوطة في السنتر، هاي كتلتها، تمام؟ وبالتالي بتقول إنه هذه المسافة بصير اف بتساوي جي كابيتال ام سمول ام على ار كابيتال. إذا لما يكون في عندك كرة كبيرة وهوموجينيوس، واحنا مش هناخد غير الهوموجينيوس، بتعامل هذه الكرة وكأنه كتلتها متمركزة وين؟ في السنتر. هذا اللي كتبناه هنا. تمام. Therefore, the force exerted، هاي الكلام اللي توي حكيته، the force exerted by the earth، من الأرض، on a small body، عليك أو على غيرك أو على المحاية أو على القلم، is at a distance r from its center is f بتساوي g and e mass of earth، كتلة الأرض هذه. وسمول ام اي جسم على ار تربيع، ار هي المسافه بين الكتله ومركز الارض. تمام، بشرط انه ار هذه تكون برا الارض مش جوا الارض، اكبر من نصف قطر الارض. وير ام اي اند ار اي از ذا ايرث ماس اند ذا ايرث راديوس ريسبكتيفلي. تمام، شوفوا هالملاحظه اللي حطها، بيقول لي ات ذا سنتر اوف ذا ايرث. هب انه بدنا نجيب مقدح، قدحنا الكره الارضيه وصلنا مركزها، اعطينا جسم هناك وبدي اعرف القوه اللي عليه. قال لي تطلع زيرو، يعني في المركز بالضبط. طب ليش؟ عشان المسافه زيرو. ليه والله في؟ عشان المسافه صفر. لا المسافه مين مش مين، بس ما لها نهايه. اذا المسافه صفر، سؤالك حلو، المسافه صفر انت ايش عارف؟ ما لها نهايه. ما ظبطتش معاكي المركز، لما انا اجي اعمل المركز ما حيضل في عندي كتله. ليش؟ هاي الكره الارضيه بس، هذه كلها مليانه صحيح؟ بقول لي هنا هذه ابحث عشان ما فيش مسافه، ما فيش يعني ما فيش مسافه بس ما لا نهايه. حطوا هنا القانون صفر، عشان كده قال لك القانون هذا لا ينطبق الا اذا كانت الكتله برا. طلعوا علي يا بنات، حكيت الكره متماثله ولا لا؟ نشوف ليش صفر. تقدروا تقولوا في هنا كتله وهنا كتله، هذه جزء من الكرة الأرضية وهي جزء من الكرة الأرضية؟ حلو. هذه الكتلة بتنجذب لفوق صح؟ وبتنجذب لتحت. بلغوا بعض؟ بلغوا بعض، هلقيت؟ هنا في كتلة وهنا في كتلة. بتنجذب إيه؟ بتنجذب إيه؟ بما إنه في الشكل الكروي في عندي كتلات هنا بتساوي الكتلات اللي هنا،
وكتلات هام بتساوي كتلات هام، اذا كل القوى كانسل ايش اذر تلتغي، فبصير النت فورس بتساوي زيرو. عشان كده كان في دائما لغز فيزيائي بيقول التالي: هب انك انت عملت خروج من اول الارض لاخره وحطيت جسم بضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي، بيشتغل سمبل هارمونيك مو شيء، لانه هنا القوه صفر اصلا، القوه هنا صفر وبضل رايح جاي زي الزنبره. تمام. اذا معناته ليش صفر؟ بنقول لانه القوه كلها بتلغي بعضها، القوه كلها بتلغي بعضها، لانه الجسم عند السنتر محاط بعدد من الكتل متساويه من جميع الجهات وكل واحد بيجذب ناحيته. لو هذه الكتل، هذه الكتله الان بدل ما هي في السنتر حطيتها هنا يا بنات بيطلع زيرو؟ لا. طب وين بيكون اتجاه القوه؟ لتحت. ليش؟ لانه الكتله اللي تحت اكبر، صح ولا لا؟ لانه هنا هذا بيلغي جزء لكن بضل اللي تحت بضل شد. تمام؟ اللي في النص اللي فوق بيلغي اللي تحت، واللي على اليمين بيلغي على الشمال. اما لما يكون فوق بنقول لتحت، لما لو كانت هنا بيكون لفوق، حسب مين اكبر بيجذب. صحيح ولا لا؟ تمام؟ نكمل. بقول الان نيوتن سكند لو مش بضله ساري المفعول، بقول له اه الاصل يضله ساري المفعول. ايش بيقول؟ بيقول اف بيساوي ام اي مجموع القوى. تمام. خلينا نشوف واحده واحده. بقول لي اف اللي تو قلت عنها بتساوي كابيتال جي كتله الجسم في كتله الارض على ار تربيع، مزبوط؟ على هذيك بدي اعتبر الجسم على السطح تماما، على السطح تماما. قديش المسافه بينه وبين نص مركز الكره الارضيه؟ نص القطر ار اي. طب هو بيقول لي بتساوي ام اي اللي هي ام جي، بقدر اجيب من هنا جي ولا لا؟ وبقدر اجيب كتله الارض، اذا بقدر اقول هاي جي، صحيح؟ وبقدر اجيب ام اي. قولكم لما كاتبين لي في الكتاب قديش كتله الارض، جابوا الكره الارضيه حطوها على قبان ووزنوها، اذا كيف عملوها؟ حسبوها حساب، اذا حسبوها حساب. فهي كتله الارض طلعوا ما خفها الكره الارضيه 6 × 10^24 كيلوغرام. طبعا واحد يقول كيف هدول عملوها؟ طب هو الناس بتموت وناس بتحيا كل يوم، وغزه انهدت وخفت وزادت يعني، لكن هي تقريبا تقريبا. فهذه هي كتله الكره الارضيه. تمام. حسبوها من هنا جي، طلعوا ايش بتساوي جي؟ كابيتال جي كتلة الأرض على نصف قطر الأرض. بس هذه جي وين؟ اعتبرت الجسم وين أنا؟ على السطح. طب لو ما كانش على السطح بده يتغير، هذه بده يصير هذه المسافة غير، بدي أضيف لها ارتفاع الجسم عن كرة أرضية عن سطح الأرض، صح ولا لا؟ عدنا بنشوف ايش هي هذه؟ هذه المسافة بين الجسم ومركز الأرض، نصف قطر الأرض. طب هب إنه مش على السطح، ايش بدي أضيف كمان؟ الارتفاع، بدي اضيف الارتفاع. احكي. حسب نص القطر، سهل حسابها. في اشعاعات بتحسبها بالدقه الان. الحسابات الاشعاعات بتحسبها بالدقه، وطبعا هذا زمان حسبوها بالاشعاعات، هلقيت في اسهل، القمر الصناعي بيجيبها على طول. سهوله كثير. تمام. بقول لي if the body is a distance h above the earth surface، نفترض ان الجسم مش على السطح زي هيك يا بنات، هاي الكره الارضيه، هجيت هنا سطح الجسم هان على جبل يرتفع عن سطح الارض بمسافه معينه اتش، بقول نفس التطبيق، بدل ما اقول كابيتال ار بدي اقول سمول ار، وسمول ار هو البعد من مركز الارض لهنا، مش بيساوي نص قطر زائد اتش؟ بس هل بدي اعمله؟ بدي اضيف الار تبعتي، صارت اف بتساوي كابيتال جي ام اي كتلة الارض ام كتلتي نص قطر زائد اتش تربيع، بتساوي ام في التصارع، بس هذا التصارع مش على السطح، تصارع جديد، اديته جي شرطة. طلعوا لي جي شرطة من هذه المعادلة. حنشوف حنشوف. طلعوا كل ما هذه زادت هذه بتقل ولا لا؟ كل ما هذه زادت كل ما هذه قلت، إذا معناته كل ما زاد البعد عن الأرض، لو في غزة جي 9.8 في رام الله نفس المقدار؟ لا.
انتوا بتعرفوا ان رام الله عاليه ولا لا؟ مش بيسموها مصر فلسطين؟ ليش؟ لانه على جبال. تمام. اذا كل ما هذه زادت بجيب تقل، وبالتالي على قمه ايفرست ممكن تصل لـ8 جي لانها عاليه جدا. في اريحا ممكن تصل لـ10 بتزيد. عشان كده في اسئله حتشوفوها مكرره بنقول لو كانت في غزه 9.8 بقول لكم في اريحا قديش حتكون؟ 9.8 ولا 9.6 ولا 10؟ بتكون اكثر. المهم طبعا 10 ولا 9.9 المهم اكثر. تمام. اذا الان لا بحط الكيش، هو يعني بحط الكيش عشان يغلبك. تمام. Therefore, G decreases with increasing altitude. كل ما ارتفع الارتفاع كل ما كانت جاذبية الأرض بتقل. وهذا الكلام اللي حكيته زمان، إنه الواحد لو أخذ ميزان وراح رام الله بيفرح شوية بلاقي حاله عمل رجيم لحاله بدون إشي، ولو راح على ريحة بكشر بقول إيش اللي صار فيها، بلاقي له من كم كيلو زاد. تمام. خلينا نحل هالمثال. هذا مثال بسيط جدا. بيقول لي two bodies of mass 60 كيلوغرام and 18 كيلوغرام. ولا واحدة فيكم 80، الستين ممكن تكون واحدة فيكم، الثمانين أنا. تمام. are placed 2 meters apart. are placed 2 meters apart. calculate the gravitational force exerted by one body on the other. بيقول لي احسب لي القوة اللي تو أنا حسبتها أنا وياكم، اللي قلت لي مش عارفين إيش بتخبص هنا. خلينا نحسبها. بيقول لي اف بتساوي كابيتال جي ام واحد ام اثنين على ار تربيع. ضربت هذا جبته ويعطى لكم 60 في 80 على طبعا المسافه شويه زودتها 2 متر. طلعت 8 في 10 اس سالب 8 نيوتن. يا وردي ما قالها. هذه هي مقدار القوه اللي بينك وبين زميلتك. في 10 اس سالب 8 يعني السالب 8 جزء من 100 مليون، جزء من 100 مليون، لانه السالب 6 مليون، السالب 8 100 مليون، واحنا شفنا النيوتن اصلا خفيف، فكيف اللي جزء من 100 مليون يعتبر زيرو، بقرب على الزيرو. في بعض ارقام انتم لما تشوفوها بتكون في 10 اس سالب كثيره في الكالكوليتر لو حطيتوها بتكفيش صفار. لو واحد بده يكتبها او بوينت ويضل يواصل بلاقيهاش. فيش كالكوليتر بتجيبها، فبعتبرها زيرو، فهذه قوة كتير صغيرة. كمان مثال. بيقول لي 3 bodies of mass 2 كيلوغرام 4 كيلوغرام and 6 كيلوغرام are arranged as shown. قال لي جمعت لك هالثلاث قوة هيك. طيب، إيش بده؟ calculate the total force acting on the 2 كيلوغرام mass by the other 2 masses. بيقول لي هذه بينها قوة جذب وعليها قوة جذب ولا لا؟ طيب هي بيجذبها جسم ولا جسمين؟ جسمين. إذا أكم فورس عليها؟ تنتين. القوة الإجمالية مش جمع؟ بس أنا بجمع فيكتورز ولا سكيلر؟ فيكتور من إنكبي. مش تطلع هذه 5 وهذه 3 تقولوا 8؟ لا. بدنا نجيب كل قوة لحال. تمام. بيقول لي أم 1 إز أكتد أبون بأثر عليها by two forces. هذا ها جذب هيك جذب. هذه اف واحد اثنين واحد من اثنين، وهذه واحد ثلاثة. صحيح هيك ولا لا؟ اذا زي ما قالت زميلتكم واحدة صينية وواحدة صادية. تمام. هديت خلينا اجيب واحدة الاولى ام واحد ام اثنين. هذه واحد واثنين ام واحد ام اثنين على ار تربيع وحطيت اي. شايفين اتجاه اي تعويض. هذه 2 وهذه 4. 2 في 4 قديش المسافه اللي بينهم؟ 2. ربعتها طلعت بالكالكوليتر طلعت 1.33 في 10 اس سالب 10 نيوتن. طبعا قوه صغيره لكن موجوده. طيب الثانيه قال لي هي الثانيه 1 و3 جي ام 1 ام 3 على ار 1 3 تربيع باتجاه الجي. شايفين كيف الاتجاه؟ رحت عوضت هذه زي ما هي. هذه 2 وهذه قديش؟ 6. قديش المسافة؟ 1. ربحها طلعتها. طيب قديش القوة الكلية؟ كمان مرة اجمع تصير 9.3؟ لا. فبعملها اكتبها هيك. بده الماجنتيود بجيب الماجنتيود. صحيح ولا لا؟ تمام. كمان مثال.
بيقول لي find the magnitude of the acceleration due to gravity. بده عجلة الجاذبية الأرضية at an altitude of 100 كيلومتر. قال لي طلعت على جبل ارتفاعه، مين أعلى جبل في فلسطين؟ الله يكون حافظين من المدارس شاطرين صحيح. وين واقع؟ لا فوق عند حيفا في الشمال هناك. عند حيفا منطقة جملة الجليل بالضبط. رايكم ها؟ انا حسدتكم قلت براو عليكم بعدين خربشتوا في القصة. جبال القدس بسموها غالبا. ونابلس ايش جبالها المشهورة؟ جيروزاليم وعبال. مش كنتوا تاخذوها في المدارس هذا؟ نسيناها في الابتدائية. تمام. بدي اشوف يا بنات هلقيت على ارتفاع 100 كيلو متر. طيب عم بتوقع جي تقل ولا لا؟ بدي احسبها بالضبط. تو انا جبت القانون. قلت جي بيساوي كابيتال جي كتلة الارض على نص قطر الارض زائد اتش. اتش دي 100. طبعا 100 كيلو متر بدي احولها لمتر بدي اضربها في 1000 صحيح؟ قال لي هذه بديك اياها. كتلة الارض بديك اياها. نص قطر الارض برضه بعطيك اياه. ما كانش تحفظه. بس بدنا اتش. واتش ما هو مديك اياه. حولتها لواحد في 10 اس 5 ضربتها 10 اس 3. قال لي ايش بضل شغل؟ كالكوليتر. طلعت 9.5 ما طلعتش 9.8. ما انا متوقعها تطلع اقل من 9.5. اذا هذا موضوع سهل جدا. كل كتلتين بينهم قوة جذب ولهم قانون عام والسلام. طيب ايش هالرسمة هذه؟ شفتوها قبل كده؟ قمر صناعي. طبعا القمر بلف حوالين الارض صحيح ولا لا؟ روحوا فكروا الناس. قالوا هو القمر حبه زياده عن اي جسم؟ لا. قالوا بدنا نعمل قمار، فعملوا قمار صنوا قمار صناعيه لانه الناس اللي عملتها. هذاك القمر ربنا عمله، خلق ربنا خلقه. وطبعا الظاهره تبعت الاشهر القمريه وكل هذه الامور تعرفوها. طيب هذا القمر عشان يضل يلف ايش بده؟ قالوا ولا حاجه. ما زال ربنا خلى قوه جذب بين اي جسمين. اذا حط اي كتله عند الارض حوالين الارض بصير تلف حول الارض. ليش؟ لانه بصير في قوه جذب. وهو دي قوه الجذب قوه مركزيه. ما زال في قوه مركزيه دار الجسم صحيح ولا لا؟ اذا هذا هو الساتلايت موشي، حركة المقذوف الأقمار الصناعية. طبعا الأقمار الصناعية يا بنات أنتم بتعرفوها من إيش؟ بتعرفوها من التلفزيون صح؟ نايلسات وعربسات وتلسات وكل هالشغلات هذه صحيح ولا لا؟ طبعا الأقمار الصناعية أول ما طلعت في 1957. شوفوا قديش قبل ما ينولد أبوك وأمك يمكن مرات صحيح؟ من زمان موجودة. وطبعا اول ما استخدموها ما استخدموهاش للتلفزيونات، استخدموها للامور العسكريه. ايش دائما الامور بتكون سريه. بعد كده لقوا فيها احسن منها ادوها للناس يستخدموها للاتصالات والبث التلفزيوني والتلفونات والراديوهات. وصارت الامور كتير سلسه زي ما احنا بنعرف. او لو سالتوا اهاليكم زمان كان الواحد لما بده يتصل على الأردن ولا على مصر ولا على أمريكا يعمل قصة طويلة عريضة إيش اللي وصله هناك صحيح ولا لا؟ وبعدين إذا كانت الدقيقة في غزة سعرها ربع شيكل بده يصرف في مصر بده يحط 20 شيكل. كانت مكلفة جدا. هالقصة صارت فيش أسهل منها. وقتيش انتشرت؟ لما صار في قمر صناعي وصار في عندي أقمار صناعية خاصة بالاتصالات. 100,000 نوع أقمار صناعية. اللي بهمنا إحنا الأقمار الصناعية بنشوفها كل يوم اللي هو خلينا نقول النايل سات المشهور عندنا كثير. النايل سات. النايل سات انتم بتطلعوا دائما انه كل الدشات على السطوح كيف تتوجه؟ شمال ولا جنوب؟ شمال. هو كيف شمالنا احنا؟ شمالنا بيت حانون. بتوجه روح فوق على دارك وشوفوا وين بتتوجه هذا. بتروح جنوب. لانه كل الاقمار الصناعيه بتلف حوالين خط الاستواء. حقيقة لو رحنا على جنوب افريقيا بنلاقيهم راح شمال. احنا عشاننا في الجزء الشمالي. ليش؟ احنا النوع اللي بنستخدمه للبث التلفزيوني بسموه جيوستاتيك ساتلايتس. جيوستاتيك ليش؟
بقول لك أنا بدي هذا القمر يدور حوالين الأرض بنفس سرعة دوران الأرض حوالين نفسها. لو هذا ما صارش كان أنا كل يوم الصبح بدي أطلع على سطحي وأغلي وأغير دشي. ليش؟ لأنه أنا بلف، مظبوط، وبالتالي أنا بوجهه نحو القمر الصناعي. إذا أنا لفيت التوجه حيتغير، فلازم حركة الأرض مع حركة القمر تكون متساوية. إذا لازم يلف القمر الصناعي بنفس سرعة دوران الأرض حوالين نفسها، وإلا بدي أضطر كل يوم أغير توجيه دشي حسب القمر الصناعي. إذا لازم يكون القمر الصناعي بالنسبة لي يكون ساكن، لازم نرجع للنسبية. عشان يكون ساكن وقتيش أنت وزميلتك في سيارة تانية بتطلعوا على بعض وبتكونوا زي بعض؟ إذا مشيتوا بنفس السرعة. إذا لازم القمر الصناعي يلف حوالين الأرض بنفس سرعة الأرض حوالين نفسها. هذا بسموه جيوستاتيك ساتلايتس. وكل الأقمار الصناعية اللي بيستخدموها، إحنا بدناش ندعوا في الشغلات هذه، بس هيك هاي شغلات مرح يعني. إحنا المهم إنه هذه أنواع الجيو ساتلايتس. إحنا بهمنا الحركة الفيزيائية تبعتها، إحنا بهمنا الحركة الفيزيائية تبعت الأقمار. ليش الطيران الصورة بتشوش؟ هذا في النهاية أنت التلفزيون تبعك بتستخدم موجات. إذا كان ذبذبة الطيران تشبه الذبذبة اللي تقديها بده يصير في تغيير، تمام؟ عشان كده في بعض الذبذبات في بعض محطات بتأثر وبعض محطات بتأثرش بحسب الذبذبات الموجودة، وحتى الريسيفرز مختلفة واتش دي ومش اتش دي. فهذه لها دعوة بالموجات الكهرومغناطيسية اللي بتجيب بتنقل الصورة وبتنقل الباب، تمام. ساتلايت از ان اوبجكت اورباتنج اراوند ذا ايرث. اذا هو اي جسم بلف حول الارض بسميه ساتلايت، القمر الصناعي. هذا هو اللي اتفقنا عليه، هيو بلف، تمام. ان ساتلايت موشن، في حركه الساتلايت الفورس بتوين ذا ساتلايت اند ذا ايرث از ذا سنتريبيتال فورس، هي القوه المركزيه، تمام. بقول لي هاي الفيزياء تبعتي اف ار بتساوي ام في تربيع على ار، في اختلاف؟ هذا اللي شطر اللي كل شغلتنا فيه. هذه هي القوة ما بين الساتلايت والأرض، كابيتال جي سمول ام كابيتال ام على ار تربيع بتساوي ام في تربيع على ار. هذه ام مع ام راحت، هذه كتلة الساتلايت يا بنات، وهذه كتلة الأرض. هذه ار بعد الساتلايت عن مركز الأرض، نص قطر مدار الساتلايت، نص قطر مدار الساتلايت. احنا بنقول له مدار الساتلايت، صحيح؟ اللي هو البعد من هان لها، صحيح. Where M is the mass of the satellite and R is the radius of the satellite orbit. مدار الساتلايت. Solving for V، قال يجيب السرعة، بجيب السرعة، هذا هي سرعة الساتلايت. بكون أنا عارف الأوربت قديش، بكون له أبعاد معينة. طبعا أنتم بتعرفوا إنه في حوالي أكثر من 6000 ساتلايت في الجو، واللي شغال حوالي 1000 اللي شغال فعلا، والباقي طبعا خلاص برموه. وين بروح؟ في زبالة الفضاء، في زبالة ما لهم دعوة فيه طبعا، لأنه في بعضهم خلاص يفقد أو بطل قديم، يعني قديم، فبدهم يسحبوه ويقول خليه وين ايش ما يصير يصير. بس في حوالي 1000 ساتلايت شغال فاعل موجود. ذا بيريود طبعا الزمن الدوري بقدر اجيبه 2 باي على في، وبجيب الزمن الدوري تبعه. هذه كلها شود بي كلير ذات ذا بيري. الجيوستاتيك ساتلايتس اما في تعون العسكريين وتعون الطيران وتعون الحالات الجويه، الجو غير، نوعهم مش جيوستاتيك، مش بالضروره يكون ثابت، فهمت علي؟ لكن كل تعون الاتصالات لهم نفس المدار تقريبا، ولكن طبعا بيصطدموش ببعض، كل واحد له شغله معينه، تمام. هذه مش مهمه. المثال الاخير بس عشان نخلص الشابتر، انا في عندي مشوار، بختكم بدي اخلص بدري عشان كده بيستعجلوني قاعدين، تمام. بيقول لي اف 1 تو اف 1 وانت تو بليس ا كوميونيكيشن ساتلايت، بدي اطلع ساتلايت للاتصالات. ان شاء الله نكون فلسطين سات نطلع باذنه تعالى. انتو سيركلر اوربت اوف راديوس 6800 كيلومتر، وهذا تقريبا اغلبهم هيك ارتفاعهم، تعون الساتلايت اللي احنا تعوننا.
تمام. What must be its speed and its period؟ قديش سرعتها والزمن الدوري؟ طبعا الزمن الدوري يا بنات هو مسافة المحيط السرعة، لأنه زمن، ومسافة الدورة هو المحيط. تمام. فبنقول V بتساوي GME، هذا القانون موجود بطلعه. هاي سرعتي 7.6 × 10³ متر بير سكند. And for the period we use القانون تبع البيريود، مسافة الدورة على الزمن الدوري، بطلع لي البيريود 1.55 hour. تمام، يعطيكم العافية.